وللمزيد من النقاش والتحليل لمحاولات أحزاب السلطة إعادة العمل بقانون سانت ليغو الانتخابي، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين، حياكم الله. في البداية، هناك من يعتقد بأن تمرير هذا القانون من شأنه أن يكرس نفوذ الأحزاب المهيمنة على السلطة في العراق، إلى أي مدى تتفقون مع هذا الرأي؟ بالتأكيد أنا هذا سانت ليغو عبارة عن يعني الصيغة أدخلت لكي تكرس ما ترسب لدى المحتل الأمريكي في حين من أن هذه الأحزاب إذا ما هيمنت على السلطة هي التي ستسير الدولة وفق ما تم التخطيط له. الآن هذه الأحزاب علمت أنه أما صيغة سان ليغو أو أنها ستخسر كما حصل في الانتخابات الأخيرة. هنا لدي نقطتان أود أن أشير إليهما. الأولى أن من يتحمل مسؤولية تفاقم الوضع حقيقة بهذا الشكل هو الانسحاب غير المعقول للتيار الصدري اللي اتخذ رائد التيار أو زعيم التيار السيد مقتدى الصدر. أعتقد أنا يعني أظن شبه واثق أنه جاء صدى لمرجعه الإيراني الذي هو الحائري، و يعني عملية اعتزاله للعمل السياسي كلف حقيقة هذه الدورة البرلمانية مع كل ما فيها من مساوئ كلفها ثمنا باهظا، لأنه أتى بالفاشلين لكي يتمكنوا من الدولة وتمكنوا فعلا من الدولة. ومن ثم هؤلاء الفاشلون، يعني لدينا النقطة الثانية التي أود أن أقول أن لدينا هناك تصريح لواحد من أعمدة الإطار اللي هو نوري المالكي، يعني قالها بصراحة أنه لو أجرينا انتخابات الآن، في الانتخابات الماضية كان 20% هو التيرن اوفر والذين صوتوا، وهم لم ياخذوا الا 2% من هذه ال 20%، قال لهم في الانتخابات الجايه لن ياتي الا 2%. يعني هذا المالكي، يعني لست انا. يعني دكتور، هذا موضوع مهم، اسمح لي بالمقاطعه. ما تفضلت به يدفعنا للسؤال عن المأزق السياسي الذي تعيشه هذه الاحزاب والميليشيات والتي شاركت في الانتخابات الماضية ونجحت بهذه النسب الضئيلة جدا المخجلة، وهذا يثير سؤال: هل يعد ذلك دافعا لها للعودة إلى هذا النظام الانتخابي مجددا؟ هل هو أحد الأسباب؟ أنا أظن أنه الهدف الرئيسي، لأنه سانت ليغو هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن لها الهيمنة عن طريق المحاصصة، نعم، والتي تضمن لها حصد أصوات هي ليست لها أساسا، والتي تضمن لها الدخول إلى البرلمان مرة أخرى ثم الدخول إلى الحكومة. ونعود إلى السيناريو المؤذي الذي تعودنا عليه، وهي عمليات المزادات المتوالية في البرلمان، سواء شراء أصوات المقاعد البرلمانية أو شراء المناصب الوزارية ثم شراء مناصب الوكالات. هذا الشيء سيتكرر فيما إذا ظل هؤلاء الناس مهيمنون على السلطة في العراق. لكن ما قيمة هنا أيضا أنا يعني أشير أنه يعني رغم أن التيار الصدري هو يعني واحد من أحزاب، دعني أقول البيت الشيعي، رغم أنه ليس منضما إلى قوى الإطار، لكن يعني عندما فاز ب 72 او اكثر من مقاعد البرلمان، او 78 يعني الرقم لا يحضرني الان، عندما فاز بهذا العدد وشكل ائتلافا وطنيا سماه بانه وطني عابر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع مجموعه من يعني من 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 اللافتات الموجوده في محافظات السته، كانت هنالك بارقه امل بان يعني نحن الان لدينا قوتين متوازيتين، ليس هنالك هيمنة حقيقة لقوة، والبرنامج الذي كانت تريد أن تعرضه فيه شيء من تحقيق آمال الناس، نقلة معينة نوعية، لكنه أجهضها زعيم التيار الصدري، نعم، وأوعز إلى النواب بالاستقالة. وأنا أظن بأن هذا يعني هذه خطيئة كبرى أتت بنفس الوجوه الكالحة التي يعني تعودنا عليها. حقيقة ليست المرة الأولى، يعني علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ما حصل في 2010 أيضا
أيضا أجهضت الأغلبية بمساومات حينئذ كانت بين إيران و الأمريكان أوباما تحديدا. وأظن أن الآن يعني شيء من هذا القبيل سيعود إلى الواجهة فيما إذا أقر نظام سان دييغو نفسه، و سيأتي بهذه الوجوه مرة أخرى إلى الحكم رغم أنهم فاشلون. يعني أنا من وجهة فاشلون نظري، فاشلون وأعتقد دكتور. هذه أي هذه هذه واحد نعم ينظر من وجهة نظر دستورية في دستورية أو عدم دستورية مجلس النواب الحالي، إذا ما وضعنا مسطرة القانون والتمثيل وصحة التمثيل للمواطنين على هذا المجلس، ستأتي أشكرك جدا الإجابة دكتور، بأن أشكرك جدا دكتور على إثارة هذه يعني النقطة. ممثلي نعم الإطار ليسوا ممثلين حقيقيين للشعب. تفضل أشكرك تفضل. جدا على إثارة هذه النقطة، ولضيق الوقت أنا أريد أن أسأل أكثر عدد من الأسئلة. كنت أريد أن أسأل في هذا السؤال تحديدا، يعني ما قيمة إجراء انتخابات في ضوء مقاطعة عالية جدا مرتفعة، وحتى لو ذهبوا إلى نظام سانت ليغو من الممكن أن تزيد المقاطعة كردة فعل من الشعب العراقي، وبالتالي ما قيمة هذه الانتخابات وهذا البرلمان وهذه الحكومة من الناحية الدستورية والسياسية كما تفضلتم؟ يعني الحقيقة يعني ربما إذا ما حصلت الانتخابات غدا ستعود المقاطعة، لأننا نرى إحباط المواطنين واضحا على وجوههم، مما يعني حقيقة يعني دليلا حقيقيا لإفلاس العملية السياسية. وأظن أنه لو كان هنالك مبادرون نشطون من داخل المجموعات الموجودة في الحركة السياسية الحالية، من يتوجه إلى المحكمة العليا التي هي تمثل المحكمة الدستورية في هذه المرحلة لكي تحكم بعدم دستورية هذه الممارسات، وأعتقد بأن حينئذ يمكن أن يتم التشكيل يعني صياغة نوع من الانتقال السلمي من هذه العملية السياسية البائسة الفاشلة إلى شيء آخر. أنا أقول هذا وأنا مدرك للعقبات الكثيرة التي تمثلها الأحزاب وميليشياتها على الشارع من جهة، والتي تمثلها إيران وذيولها ومجساتها وأناملها الموجودة في داخل الجسد العراقي. لكن أنا واثق بأن نفس هذا المشهد، نفس هذا السيناريو موجود حاليا في إيران، فإن هنالك رفضا جماهيريا شبه كامل لهذه الوجوه التي تحكم البلد منذ حوالي 40 سنة، والتي أودت بالبلد حقيقة. يعني ليس هنالك من مكابر من يقول بأن الوضع في إيران هو وضع وردي، وضع تعيس، يعني مواطن لا يجد ما يأكل، ونظام يحاول أن يتمدد في قارات العالم الخمسة انطلاقا من أسطورة مؤمن بها. يعني هذه نعم، يعني كنت كارثة دكتور حقيقة. قد تطرقت في حديثك السابق لمسألة يعني التيار الصدري وما إلى ذلك. كان هناك تصريح مهم للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، وفيه أعلن اعتراض التيار على تعديل القانون القائم باتجاه اعتماد نظام سانت ليغو كما تحدثنا. هل يفهم من ذلك أن التيار يستعد للعودة للمشاركة في الانتخابات بشكل أو بآخر؟ يعني استقراء اذا ما حاولنا ندرس توجهات يعني انسحاب مقتدى الصدر من العمليه السياسيه واجباره، دعني اقول هكذا، اجباره النواب بان يستقيلوا، شكل احباطا لدى القاعده الصدريه. يعني الى اين، يعني يتساءلون الى اين، واذا ما تركوا هكذا نسبه ليست قليله منهم سيستوعبهم الاطاريون، وعند ذلك سنعود للمربع الأول، مربع الفتنة الطائفية في البلد. عودة التيار الصدري إلى الواجهة السياسية ضمن العملية السياسية الحالية الموجودة مع كل الاعتراضات عليها، سيشكل شيئا من الرادع حقيقة والموازن لقوى الإطار الفاشلة الأخرى، مما يسمح بشكل وبآخر الاتجاه نحو وضع أكثر توازنا. أنا أظن أن هذه العملية السياسية البائسة هذه فرصتها الأخيرة، وأظن أن هنالك من سيكون شجاعا بما فيه الكفاية من الداخل، وهذا نعم. هو المطلوب الأول، لكي يتحدى شرعية هذه الإجراءات لدى المحكمة العليا، ونرى أشكرك ما دكتور الذي عبد سيحدث. الوهاب القصاب من واشنطن، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، شكرا لك.